خطرة على مرمى الفريقين. اللعب الركنية، المحاولة والعرضية، وعلى طول كرة توصل، خطرة تسديدة على طول، وخطرة جول. جول في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول من المباراة. على طول الكرة الأولى اللي كانت من مختار فلاتة، الأولى من مختار فلاتة، والثانية من تفريز، وبطريقة بيبيتو، بطريقة بيبيتو في كأس العالم. على طول تفريز يسجل إصابة في العادة. شوف العادة فلاتة لما حاول عدل، المتابعة موجودة، وعلى طول تفريز. شوف لما اللعبة من مختار فلاتة، كرة بتصد وبتسقط من يد خالد راضي، تفريز المتابع كان في المتابعة وبيسجل الهدف الأول ويفرح على طريقة بيبيتو. غالب على طول بيحولها إلى الناحية اليسرى، ست أغلاط نصراوية، كرة ملعوبة، رأسية حلوة،